بهدف غرس أفكارها، الفصائل الإيرانية تفتتح دورات باللغة الفارسية في دير الزور. لنتابع. في محاولة منها لغرس وترسيخ الأفكار الإيرانية في المناطق التي تسيطر عليها بسوريا، تعمل الفصائل المسلحة التابعة لإيران على استقطاب الأطفال والشباب عبر تقديم مغريات مادية. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن الفصائل الإيرانية افتتحت في مدينة الميادين بريف دير الزور شرقي سوريا دورات تعليمية للأطفال باللغة الفارسية، مشيراً أنها الدورة الثانية من نوعها بعد أخرى أقيمت في أيلول سبتمبر من عام 2020. وبحسب المرصد السوري، فإن ما يسمى المركز الثقافي الإيراني في المنطقة رصد جائزة قدرها 1,000,000 ليرة سورية لمن يتجاوز اختبار اللغة الفارسية في نهاية الدورة، الأمر الذي أدى لإقبال العشرات من الأطفال إلى المركز. وكانت الفصائل التابعة لإيران وفي محاولة منها لاستقطاب هؤلاء الأطفال نظمت في تموز الفائت رحلة ترفيهية لعشرات الأطفال من أبناء الميادين إلى إحدى الحدائق التي أنشأها المركز التعليمي للغة الفارسية في منطقة حويجة بريف دير الزور. وبحسب مصادر محلية، فإن إيران والفصائل التابعة لها تعمل بشكل مستمر على إقامة النشاطات التي تستهدف الأطفال بهدف غرس أفكارها ومعتقداتها بين شرائح المجتمع والظهور بصورة حسنة أمام أهالي المناطق التي تسيطر عليها بهدف ترسيخ وجودها داخل الأراضي السورية. حول هذا الموضوع من شمال سوري ورحب بالدكتور محمد عبد الحميد خلوف، سياسي مستقل. أهلا بك دكتور محمد على شاشة اليوم وفي حديث اليوم. أهلا بكم دكتور محمد. دورات تدريبية تعليمية باللغة الفارسية في ريف دير الزور وجائزة قدرها 1,000,000 ليرة سورية لمن يتجاوز الاختبار. بداية، لماذا دير الزور بالتحديد وما رمزيتها خلافا عن المناطق الأخرى المتواجدة فيها إيران؟ أولا، محافظة دير الزور هي البوابة للدخول إلى سوريا من الناحية الشرقية، وهو امتداد الخط الذي يبدأ من طهران مرورا ببغداد وسوريا انتهاء ببيروت. وبالتالي فإن هذه المنطقة جدا حساسة للقوات الإيرانية التي تعمل في سوريا. طيب اليوم ما خطورة هذا الموضوع؟ يعني ذكرت ببداية السؤال معلومة عن أنه هناك 1,000,000 ليرة جائزة لمن يتجاوز يعني اختبار اللغة الفارسية. ما خطورة هذا الموضوع اليوم؟ ما تداعيات هذا الموضوع؟ قبل الحديث عن خطورة هذا الموضوع، نعم تفضل. يجب أن نستدرك تاريخيا الوضع منذ 10 سنوات بعد حلول ما حصل بالشعب السوري وعلى أرض سوريا. يذكرني هذا بما كانت تقوم به تنظيم الدولة الإسلامية من دورات شرعية من غسل أدمغة للناشئة. اليوم وبعد زوال التنظيم لمدة أكثر من 3 سنوات، هل تركت الدورات الشرعية أثراً في نفوس الناس؟ نعم، تركت أثراً كبيراً، لأن كثير من الجهات المستقطبة وخصوصاً هم الشباب تأثروا بالأفكار التي كان يقولها مدعو التنظيم على صفحتي بشكل شخصي. لمجرد أنني أحلق لحيتي، الكثير يهاجمني ويقول بأنك كافر. من أين أتيت بالدليل؟ الدليل هو من خلال الدورات الشرعية التي يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية. نتيجة ضعف الدولة، جميع القوى الطارئة على سوريا من كل الاحتلالات، إذا استثنين الاحتلالين الأكبرين اللي هم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، فإن جميع القوى الأخرى تعمل على سياسة طويلة الأمد وطويلة النفس. بالتأكيد سيكون لها تأثيرا سلبيا على المدى الطويل. أولا، ثانيا، أعداد الجيل الناشئ حاليا لتعلم اللغة الروسية يترك ارتباطا على المدى الطويل، حتى لو فيما بعد عندما تقوم سوريا الجديدة، سوريا الصحيحة، سوريا ما بعد الأزمة، فإنها تترك أثرا كبيرا. الشخص الذي يتعلم لغة ما فإنه يتأثر بها تأثرا طويلا. هذا أولا. ثانيا، تعلم المواطنين وخصوصا الناشئة أو الأطفال لهذه اللغة يسهل مهمة الذي يقوم بإعداد هذا الجيل، من حيث أنهم يتحولون إلى دعاة للأفكار التي يطرحها، وبالتأكيد وبشكل علني هي أفكار تبحث عن الفكرة العقدية الشيعية التي تنادي بها إيران. وبالتالي إعداد مواطنين محليين أبناء من هذا الجيل، الهدف العلني أو المعلن لهم هو 1,000,000 ليرة سورية، وهو مبلغ يعتبر مبلغا كبيرا في مناطق الدولة السورية،
نتيجة الفقر الحاصل، نتيجة تدني الأجور، نتيجة البطالة الكبيرة الحاصلة في تلك المناطق، تدفع الشباب بالضحك على أنفسهم أولا بأن هدفي هو تعلم لغات، ثانيا هو مليون ليرة سورية مبلغ جيد أستطيع أن أؤمن به أسرتي عدد من الأشهر، ثم أنني لن أتأثر، هكذا يقول في نفسه، لن أتأثر. نحن هناك في تلك المنطقة هم من أبناء الطائفة السنية، ولا يخفى على أحد ما يحدث الآن من خلاف سني شيعي أو صراع سني شيعي على المنطقة، وبالتالي فإن الأمر ذو أبعاد على المدى الطويل وأبعاد خطيرة جدا. نعم، ولكن يعني بما أنه ذكرت موضوع الاحتلالات اليوم، التواجد الإيراني والاحتلال التركي لا يعني هناك فرق كبير بين وجوده في سوريا عن الوجود الأمريكي، اليوم هناك تتريك وفرسنة للمناطق. أنا قلت في البداية إذا ما استثنيت الاحتلالين الأمريكي والروسي. نعم، قلت أنه هما الاحتلالين الأكبرين، ولكن اليوم هناك تغلغل في المجتمع السوري، كلا التواجدين اليوم الإيراني والاحتلال التركي باختلاف يعني أنه المناطق المتواجدين في المناطق المتواجد بها اليوم قد بدأوا بالتغلغل، تشكيل فصائل تتبع لأجندتها، أيضا هناك مباني تقوم أو منشآت تتبع لها، يعني هناك وأيضا اللغة، يعني في فرق بين التواجد الأمريكي، وليس تبرير للتواجد الأمريكي، ولكن هناك فرق. أنا أتفق معك تماما، وهذا ما أردت أن أقوله، أردت أن أقول بأن الاحتلال التركي والاحتلال الإيراني لمناطق من سوريا وبما تحمله هاتين الدولتين من أطماع على المدى البعيد، تركيا تحلم بعودة الإمبراطورية العثمانية مرة أخرى، واستغلت الجانب السني والجانب العقدي والجانب الوضع المزري بشكل عام للشعب السوري، وخصوصا انها توغلت في الشمال السوري في محافظات ادلب وحلب وجزء من محافظه الرقه وجزء مع الاسف من محافظه الحسكه، وبدات بنفس السياسه وهي اخضاع ابناء هذه البلدان لارادتها، حتى مع الاسف الشديد حولتهم الى مرتزقه تنقلهم من ليبيا الى اذربيجان الى فنزويلا، ومؤخرا هناك اشاعات عن نقلهم الى اوكرانيا، وهذا يسيء الى السوريين بشكل كبير. لا أجد فرقا كبيرا بما يجري في شمال سوريا مع ما يجري في شرق الفرات أو في محافظة دير الزور بالذات. نفس الشيء الاحتلال الإيراني يعمل لكل يجرب أكبر عدد ممكن إلى صفه، وبالتالي التأثر بالأفكار والأهداف التي يدعو إليها. أما فيما يخص الولايات المتحدة وروسيا فإنها لا تعمل من الناحية العقدية أبدا، وإنما هي تكنوقراط 100%، وبالتالي من أخطر العقائدية أم غيرها؟ بالتأكيد العقائدية هي أخطر، لأن العقائدية تعمل على التناحرات الموجودة، أما التكنوقراط أو المصالح المباشرة للدول فإنها مصالح مؤقتة، في يوم ما تزول الأزمة ويزول الاحتلال الأمريكي والاحتلال الروسي وحتى الاحتلال الإيراني والاحتلال التركي يزول، ولن يبقى للاحتلال الروسي والأمريكي أي أثر في على الأرض السورية، بينما سنجد تأثر كثير من الشباب السوري بالأفكار التي نادت بالعثمانية أو نادت بالأفكار الإيرانية. نعم، كما يعني ذكرت حضرتك اليوم آثار هذا الاحتلال يتبقى في سوريا، اليوم إلى أي مدى نجح التواجد أو إلى أي مدى نجحت إيران في فرسنة المناطق التي تتواجد بها؟ نوعا ما هناك نجاح نتيجة الضعف الحاصل في الوارد اليومي من ناحية المعيشة للمواطن السوري واستغلال هذا الجانب، نجحت نوعا ما. نعم صحيح بأن المواطنين يدور بينهم حديث أنهم نعم هم الذين يستغلون إيران حيث أنها توفر لهم لقمة العيش، لكن هذا ليس صحيح. إيران تدرك هذا وتعمل على إنشاء جيل، وجيل يأتي من بعده يكون متشيع أو يدفع لها آليا أوتوماتيكيا، إذا كان تشترط هذا الجيل من خلال الناحية المالية فإن الجيل الذي يأتي بعده سوف يكون تابع لها بشكل آلي. طيب اليوم السؤال ليس بجديد، ولكن أين الحكومة السورية، أو بالأحرى يعني ما المتبقي أو ما مستقبل تواجد الحكومة السورية في دير الزور؟ بالتأكيد دير الزور هي جزء من كل سوريا، الحكومة السورية لا يقع على أحد أن تواجدها ضعيف في مناطق غرب الفرات، مناطق الحكومة السورية الدور الأكبر هناك هو الفصائل الأجنبية العاملة التي تتبع إيران وتتبع روسيا، الدور الحكومي يكاد يكون شبه غائب مع الأسف بسبب الوضع القائم في سوريا من الناحية السياسية والناحية العسكرية. على المدى البعيد عندما تزول هذه الغمة عن بلدنا عن سوريا تبقى هناك بعض الآثار التي تزول بإذن الله مع الزمن. سؤال أخير دكتور محمد، يعني سياسة الفرسنة والتتريك اليوم إلى أي مدى أثرت على الهوية السورية، أو ماذا تبقى من الهوية السورية في المناطق المتواجد فيها إيران أو التي تحتلها يعني تركيا؟
في الوضع الراهن هناك تأثير كبير أكيد على الهوية السورية. في الوضع الراهن هناك تأثير كبير، هناك تأثير على انتماء المواطن للدولة السورية، ولكن كما قلت سابقا وأعيد وأكرر بأن المواطن السوري يبقى سوري ويحافظ على أصالته وسوريته وعلى المدى البعيد ستزول بإذن الله. ربما يتأثر طائفة من المجتمع ويتتبع المذهب الشيعي وهو الهدف الذي تصبو إليه إيران، ربما بعض الناس سيبقى ولاءهم الدائم للدولة التركية في طموحها بإنشاء دولة عثمانية جديدة، ولكن هذه الأعداد ستبقى قليلة بإذن الله. نعم، هي المشكلة اليوم بالأطفال. شكرا لك على كل الإيضاحات التي تفضلت بها. السياسي المستقل الدكتور محمد عبد الحميد خلوف، كنت معنا مباشرة من الشمال السوري، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمناقشة الملف الثاني.